رح نبقى خلينا نبقى باللقاءات اللي عم بيقوم فيها النائب جبران باسيل. إلى أي درجة هذه اللقاءات تفك الطوق المحكم من قبل حزب الله عليه؟ لأي درجة كان اللقاء مع وليد جملاط ناجح؟ وكان لافت أنه الوسيط في هذا اللقاء هو بيير الظاهر رئيس مجلس إدارة قناة المؤسسة اللبنانية. هو لأنه بحكم أنه صار سهره مع وليد جملاط، وحسب المعلومات الموجودة اليوم كمان كان ببيت ابنه للظاهر وبطبيعة الحال بنته لوليد جملاط، يعني كانت القصة عائلية. إلى أي درجة أولا كان ناجح هذا اللقاء وإيجابي، وممكن أن يصل إلى أي ربما اتفاق؟ أول شيء بالموضوع الرئاسي، الجمود بيحكم كل الأفريقاء، وكل المبادرات اللي عم نشوفهم من أطراف موجودين ولكن غير وزنين باللعب. يعني اليوم الوزير جبران باسيل قادر يكون عنده طرحه ويفرضه على الباقيين ويفرضه على الأفريقاء الموجودين هون أو على الخارج. وزير جبران باسيل يمكن عنده حق الفيتو، بس مش قادر يكون عنده الطرح أو مش قادر عنده القدرة أو المناورة أنه أنا أطرح طرح وجمع الناس عليه. نعم. اللي عم بتكون اللقاءات يعني بالوقت الضايع، وأكثر يعني الطابع اللي عم بيكون فيه مش منطلقة من أوراق عمل أو من طرح أسماء أو من مواصفات جديدة، عم بتكون أنه الناس عم تقعد مع بعضها وتحكي مع بعض. بس مش أكثر. يعني هي لقاءات اجتماعية يعني تقرب وجهات النظر. مش بتقرب اليوم. كل يعني الأفريقاء بتعرف وجهة نظر بعضها. عم بيكون أنه اليوم بلما يتحاوروا من خلال وسطاء أنه قعدوا مع بعضهم ونحكى بالموضوع. هيدا كل القصة، سمع الحكي بلما يسمعوا من خلال موفد، سمع الحكي بشكل مباشر. والوزير يعني وليد جملاط كان صريح وواضح أنه اليوم عنده أفريقاء واقف معهم، بما فيهم القوات اللبنانية، بما فيهم ميشيل معوض، والنواب اللي عم ينتخبوا ميشيل معوض وبده ينسق معهم. يعني حتى الموضوع أكثر من أنه اليوم استدارة جملاطية على ميشيل معوض، كان بالتنسيق معهم. وشفنا كيف أوفد قبل اللقاء الوزير وائل ابو فعور على معرب، يعني الموضوع بالتنسيق مع الافريقاء مع حلفائه لحتى يكون في هذا اللقاء. اما هذا اللقاء نعول عليها انه نحن رح تكون عندها مثمره او شيء بالسنه ال 23 او بالاشهر الاولى، لقاءات لتعد كونها يعني اعلى من اجتماعيه بشوي. ولاي درجه المعلومات التي تتحدث ان بيير الظاهر هو مرشح باسيل حاليا؟ قلت لك قبل شوي عنده الوزير باسيل عده مرشحين. مثلا ترشيح بيير الظاهر طرح بفترات معينة لزكزكة القوات اللبنانية نظرا فقط اليوم حتى نقدر نجيب رئيس جمهورية. جبران باسيل بيعرف حدود اللعبة وعنده قلت لك هودي الأسماء اللي بيطرحهم لكل مقام مقال. يعني اليوم بدي حرتي على حزب الله بقوم بعلي ورقة جهاد أزعور، بدي حرتي على القوات بعلي ورقة. هي حرتقة مش لا توصل إلى خواتيم إذا مش الحال إذا انقبلت. هلا اللي مبين انه الوزير باسيل ما عنده القدره انه يوصل مرشحه، بس عنده القدره انه يعطل مرشح. لما ننطلق من طرح انه هو اللي طرحه ب 13 تشرين، هو مش انا اللي طرحته، هو اللي طرح الموضوع، لا انا قادر اجيبه ولا انتم قادرين تجيبوه. بمجرد طرح الوزير باسيل لاي شخص بيكون هو عم يحكم عليه انه لن يصل الى رئاسه الجمهوريه. يعني عم يحرقه برايك؟ كل اسم يطرح يعني يحرق؟ هلا مش كل اسم يطرح. اليوم مرشح جبران باسيل يوصل لرئاسه الجمهوريه صعب شوي. مستحيلة. ولكن ما في رئيس سيأتي من دون موافقة جبران باسيل. مش بالضرورة. يعني اليوم إذا استعيد مشهد 2008، نعم، كان حزب الله وتيار الوطن الحر على قلب رجل واحد، وإجا رئيس بلا موافقتهم لأنه كانت التسوية رديون بالتسوية الكبرى. رديون بالتسوية. هلأ تسوية ممكن تأتي برئيس فرض على جبران، وتسوي ممكن تأتي برئيس برضا جبران برضا الحزب. فالموضوع نحن ما رح أقول أنه اليوم جبران باسيل ممر إلزامي كونه يشكل غطاء مسيحي لأي رئيس قادم. ولكن بس نجي تسوي الدولية وشفناها بالفترة السابقة بده يرضى. هلا كيف بيرضى؟ بأي طريقة؟ بإغراءه بالمناصب؟ كل شيء له مقابل. معقول تجي التسوية الرئيسية ويرضى جبران بسليمان فرنجية؟ أول شيء بالسياسة ما في شيء يعني معقول، يعني مش هالقد الوضع. يعني لما نيجي نطلع بالمشهد أو بقائد الجيش سنة 90 يعني كانوا ميشيل عون وسمير جعجع واحد بالمنفى، وبعد 4 سنين واحد فات على الحبس. صحيح. وشفناهم اليوم كيف هن مؤثرين مش مؤثرين صناع رؤساء للجمهورية. الظروف بتتبدل وظروف تتغير. بس الوزير باسيل صعب كتير مهمة وصول سليمان فرنجية.
لما يعني رح أقول في واحد مثلا يقول أنه أنا ضد وصول قائد الجيش يوصفه بقائد الانقلاب بعدها يمكن بجزء معين محمولة. أما الحكي اللي نقال بالوزير الفرنجية علي القدر يعني والنيمة وسليمان يعني آخر شيء أنا كيف بدي أنا قعدت فيه؟ نعم. إذا بكرة بس يروح ينتخبه رح كمان نرجع نسأله كيف قدرت أنا قعدتك فيه؟ يعني الحكي اللي قاله حكي مش موضوع رفع سقف لتحسين موقف أو لتحسين شروط أفضل، كان قاطعة لأنه بيعرف خطر وصول سليمان الفرنجية على مستقبله السياسي.